سريعة كده وكنا بنشرح بطريقة سريعة شوية. وأكتر من حد كلمني على إنه في حاجات وقع منكم في الجزء الأولاني أو في حاجات أنا بشرحها. وأنا بشرح كنت بقول لو حد عاوز حاجة يوقفني بيسأل. ما تتحركش إنك تسأل في أي حاجة أنت عاوزها، في حاجة مش عارفة تيجي منين أو بتتعمل إزاي، اسألني فيها. حاولت أسكيب شوية حاجات من اللي أنتوا خدتوها في مقدمة الحلقة بس أنا مش محتاجها كتير، وركزت في الحاجة اللي إحنا عاوزينها. فاللي وصلني ان انتوا عاوزين طريقه رسم الكمال، هل في حاجه تانية؟ الفول ادر برضه يا دكتور. الفول ادر انا شرحته، انا بتكلم على حاجه تكون فايتكم قبل كده، يعني حاجه انا كنت بشرح وبقول ديت انتوا عارفينها وطلعتوا مش عارفينها. ممكن تحويل يا دكتور؟ تحويل ايه؟ اللي هو من كود للتاني. انا قلت ماشي طريقه التحويل من كود لكود ده مش طريقه، هو كود ده معروف والكود ده معروف، هقولها برضه. دكتور ماشي. دكتور بس حته صغيره ليه في اخر اللي هو الادر سبستراكتور، حته بتاعه الاوفر فلو بس. ماشي دي ممكن تبقى في حاجه تانية في الاساسيات، في نقطه اللي هي بتاعه التحويل مثلا من الهكسا للباينري وكده، يعني مش هنحتاجها كتير بس اقولها. ماشي احنا مش هناخد طريقه، يعني احنا مش هنعيد التاني المنهج بتاع مقدمه الحاسب المده اللي انتوا خدتوها في المستوى زيرو، يعني التحويل من ما بين الاعداد وبعضها ده مش مطلوب قوي. المطلوب عندنا ان احنا نعرف ايه، نعرف لو انا عندي رقم باينري ازاي احوله من هيكسا ديسمال او من هيكسا ديسمال لباينري. دول اكثر، يعني دول اكثر حاجتين هنحتاجهم. احنا عارفين الهيكسا ديسمال ارقام من زيرو لحد كام؟ لحد 9. بعد 9 في الرقم الارقام الهيكسا ديسمال ايه؟ اي بي سي دي اي اف. هي الفكره كلها بان هو يعمل ديجيت واحد يعبر عن الرقم، يعني مش اسمها 10 ولا 11 ولا 12 ولا كده. فهو عمل لكل واحد منهم رمز بحيث ان الاي دي انا عارف انها بالديسمال كام؟ 10. البي 11 12 لحد 15. لما نيجي نقول الارقام بتاعت الهكسا ديسمال من 0 لحد 15 وعايز اعرف ازاي امثل كل واحد من دول بالباينري، فباخد اكبر رقم عندي اللي هو الاف اللي هو 15. 15 دي كتب باينري ازاي؟ اربع وحايد. ليه اربع وحايد؟ 8 و4 12 2 14 1 15. لازم اكون عارف القوه بتاعت كل خانه في الباينري كام؟ القوه بتاعت الخانات 1 2 4 8. يعني بحط واحد تحت اي خانه من دول بيضرب في القيمه المكافئه ليه. زي ما كنت بكتب كده في الديسمال، الرقم ده في الديسمال كام؟ 321. ليه بنقول 321؟ عشان ده في الاحاد بيضرب في كام؟ 10 اس 0 اللي هو بواحد. ده بيضرب في كام؟ في 10. ده بيضرب في كام؟ في 100. نفس الكلام بيعمله في الباينري بس ده في 2 اس 0، ده في 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3 وهكذا. هو ده النظام بتاعنا. كذلك في الهكسا ديسمال، لما تيجي تكتب رقم بالهكسا ديسمال عايز تعرف قيمته كام؟ هنقول مثلا ايه؟ 3. ده بالهكسا ديسمال يساوي كام بالديسمال؟ اعرف قيمته ازاي؟ الاي دي ليها كام؟ 10. 10 مضروبه في كام؟ في 1. الخانه اللي بعدها تضرب في كام؟ 16 اس 1. الخانه اللي بعدها تضرب في كام؟ 16 اس 2 وهكذا. يبقى انا البيز بتاع النظام اللي انا ماشي عليه بقول كل خانه بترفع الاساس بتاعها، ده 16 اس 0، 16 اس 1، 16 اس 2 وهكذا. ده 2 اس 0، 2 اس، ده 10 اس 0، 10 اس 1، 10 اس 2، هنا 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2 وهكذا. انا بعيد عشان الناس لو في حاجه مش فاهمها الكلام ده. فالارقام الهكسا ديسمال بنفس الطريقه تقدر تكتب كل الارقام، يعني الاي ده يبقى 8 و4 و2 اللي هو 14، الدي 8 و4 و1 وهكذا. هتلاقي الارقام بتاعتك بالشكل ده. بعد كده او الجزء اللي بعد كده المفروض ان اللي هو طريقه اختصار الدوال. ليه بنختصر الدوال؟ دايما بيكون عندي دالة كبيرة بحاول اختصرها. عشان اختصر عدد البوابات في عملية الديزاين يبقى اسهل بالنسبة لي. بقلل على قد ما اقدر. فعندي طريقتين للاختصار. أول طريقة كانت إيه؟ كوني الألجبرا. شوية نظريات معمولة ومنهم نظرية دي مورجان وقلت أنا فكرة عنها المرة اللي فاتت. ولما احتاجها هنرجع لها. يعني ترى الاختصار بالاختصار الجبري أعتقد مفيش مشكلة. اللي هو لو لقيت مثلا إكس مضروب في إكس داش زائد واي. دي بتعمل ازاي؟ بنقول نضرب الاكس هنا، اكس في اكس داش بكام؟ في زيرو، هنا مكان مش موجود، ودي اكس في واي بلاي اكس واي. وهكذا بقى، لو انا عندي مثلا اكس واي
زائد اكس داش واي كل عليه داش كده. وحبيت ان انا امثله بطريقه معينه. طب هنا زي دي مورجن اللي بتعمل ايه؟ بقسم ده على الاثنين دول وحول الاورديت الى ايه؟ الى ان. يبقى عندي اكس واي دوت اكس داش واي. بس ده عليه داش وده عليه داش. وامشي بالخطوات بتاعتي. ان انا اعمل ايه؟ ممكن اقسم ديت على دول او اسيبه زي ما هو. او قسمت ده على ده يدينا هنا ايه؟ اكس زائد واي داش. عملت ايه؟ قسمت الداش دي على الاثنين. حولت الاند الاو. يبقى ده اللي مضروب فيه هنا هتقسم ده على الاثنين دول يديها ايه؟ اكس داش زائد واي داش. بعد كده اقدر اضرب القوسين في بعض. حاسس ضرب القوسين دول يطلعوا ايه؟ اكس اكس داش يدينا ايه؟ صفر. يبقى اكس داش واي داش زائد الواي داش لما تضرب في الاكس يدينا ايه؟ اكس واي داش زائد واي داش واي داش يدينا ايه؟ واي داش. واي داش الاثنين دول اقدر اخد منهم ايه؟ او الثلاثة اقدر اخد منهم كل مشترك واي داش. في اتفضل ايه جوه؟ اكس داش زائد اكس زائد واحد واي داش. كل ده يدينا ايه؟ واي داش. يدينا واحد. واحد في واي داش يدينا ايه؟ واي داش. يعني كل ده الداله دي كلها بيطلع لك واي داش بس. يبقى بدل ما كنت هتستخدم اثنين اند واحده او نور لكل ده وتعمل دي اند ودي اند كل الكلام ده اختصر وطلع ايه؟ واي داش. ده اسمه اختصار جمع. طبعا المفترض الدوالي من عندي. يبقى اي داله موجوده عندك المفروض ان انت تبقى في دماغك ان انت تبسطها لابسط صوره. طيب بجيب الداله منين؟ دايما لما بنيجي نعمل ديزاين لكومبينيشنال سيركت زي فول ادر او زي اي داله او اي فانكشن اعرف وظيفتها ايه. يعني اخد الانبوت بالاوتبوت ببدا امثلها بالترو ستيبل ومنها بستنتج الداله دي. ده المهم اللي عندي. ده اللي عايزك تبقى حاطه في بالك. لما تطلع الداله بتبقى بالشكل ده او باي شكل من الاشكال تقدر تختصرها جبهه. طريقه الاختصار الثانيه بقى هي الاهم لان هي اللي بستخدمها اكتر اللي هي طريقه الكي مان. حد ما يعرفش يختصر بالكمام او بترسم ازاي الكمام؟ نقولها بسرعه كده ولو في حاجه اسالني. الكمام هي فكره اساسا مبنيه على ان انت بتمثل الكلام ده جرافيكال بشكل في يعني شكل رسمي يعني. فلو انا عندي المتغيرات اللي موجوده عندي A و B دول تو فاريبلز. لو انا بعمل لهم تروست ايه بيطلع لي كام احتمال؟ اربع احتمالات اللي هم عباره عن ايه؟ صفر وصفر واحد وصفر صفر واحد واحد واحد. دايما بقول عدد الاحتمالات هو اثنين اس عدد المتغيرات. يعني كل ما باخد حاله من دول باخد حالتين تانيين مع البي فتلاقيهم اربع حالات. ده غير لما يكون ثلاثه فاريبل ايه وبي وسي يدينا ايه كم احتمال؟ ثمان احتمالات. ده مهم قوي الكلام ده عشان تقدر تعمل الترو ستيبل او تقدر ترسم الكمام. فلو انا اعتبرنا ان انا همثل الاي والبي بس في الاول قال نعمل ايه بقى الترو ستيبل ده؟ ان احنا نيجي نرسم اربع حالات كل حاله بتعبر عن واحد من دول. يعني لو عندي هم اسمهم A و B يبقى هاخد الـ A يبقى الـ A احتمالاته تبقى ايه؟ يا صفر يا واحد. والـ B احتمالاته تبقى ايه؟ يا صفر يا واحد. وكل كومبينيشن ما بينهم يدي له خانه هنا ومربع هنا. فصفر وصفر يدول هنا المربع ده الخانه ديت رقمها صفر. صفر وواحد يدي هنا الخانه رقم واحد. واحد وصفر الخانه دي رقم اثنين ودي رقم ثلاثة اللي هم الاربع حالات دول. معايا؟ يبقى انا دلوقتي عندي الـ A بواحد في انه صف من الصفوف دول؟ الـ A واحد فين؟ في الصف ده بس. الـ B بواحد امتى؟ في الصف العمود ده بس. معنى اقول ان الـ B هنا بواحد يبقى الـ هنا قيمه الـ B بايه؟ بي داش. بمعنى ان اول الصف ده ايه اللي بيلعب مع الموبايل اللي يقول الصف ده ايه يبقى الصف اللي فوق ايه داش. قال نعمل ايه بعد كده بقى كارنو؟ قال نعمل ايه؟ قال نشوف الوحايد المتجاوره اللي هو جنب بعضها في نفس الخانات جنب بعض اقدر اختصرهم واعتبرهم حد واحد. ده هيخليني اقدر اختصر الداله بتاعتي. يعني مثلا لو انا عندي واحد هنا وواحد هنا دول متجاورين يعني معايا في خانات جنب بعض. يعني لو انا قدرت اخدهم مع بعضهم هيخليني بدل ما انا عندي هنا الداله هنا A و B. طبعا بقول A و B يعني المقصود بيها A او داش B او B داش. وهنا A و B لو انا اخدتهم مع بعض في واحد منهم هيطير يبقى يفضل يا A بس يا B بس. شوف كده لو انت المربعين دول مع بعض واعين في الـ A ولا في الـ A داش؟ A داش. يبقى لازم تكتب A داش.
طب المربعين قاعدين مع بعض واقعين في البي ولا في البي داش؟ واحد واحد في البي وواحد في البي داش، عشان كده ما بتكتبش البي خالص. يبقى اذا لو انا عندي الوحيدين دول، الوحيدين دول اللي هم ايه بقى اساسا بقى؟ لو انا بكتبهم بالجبري حد يقول لي الواحد ده كان عباره عن ايه؟ ايه داش بي داش، والواحد ده ايه داش بي. لو انا قلت لك اختصر ده جبري هتعمل ايه؟ هناخد الايه مشترك، بي داش مشترك، يتفضل لي جوه بي داش بي اللي هو كام؟ واحد. اذا الاختصار ده كله يطلع ايه داش. ليه؟ هي دي الفكره بتاعت الكيماب، عشان بس ما تحسسوش ان الكيماب ده حاجه غريبه. لا هو بيعمل نفس اللي انت بتعمله بس قدامك رسم، فبتبقى اسهل في الاستنتاج. تمام؟ بس هو قال بقى لو انت هتاخد الوحيد دي لازم تكون متجاوره ويكون عددهم 2 اس ان. يعني ايه 2 اس ان؟ يعني يكونوا مربعين او 2 او 4 او 8 او 16، مش زوجي. شايف الناس ساعات بيقول لك 6 وحيد جنب بعض ياخدوا مع بعض، لا 2 4 8 16 32 وهكذا. المربعات المتجاوره اللي بتحقق اللي بتكون عددها كده من حقك تاخدهم مع بعض وتختصرهم. يمكن الكيماب ما بيبانش تاثيره قوي في الاثنين فاريو، لكن لو احنا قلنا بالنسبه للثلاثه فاريو، ثلاثه فاريو يبقى كام احتماله؟ ثمان احتمالات. يبقى يرسم كيماب فيها 8 مربعات. مش لا عايز اسال في حاجه اسم. بما انه ما 8 مربعات انا عندي هنا في احتمالين صفين بس، وعندي هنا اربع اعمده، يبقى هاخد متغير على الصفين اسميه مثلا ايه؟ والاربع احتمالات محتاجين كم متغير؟ 2 اللي هم بي وسي. يعني كل صف من الصفوف دول يا اما 0 يا اما 1. البي والسي بقى بياخدوا كم احتمال؟ 4. يا اما 0 0 يا اما 0 1. المفروض اكتب هنا 1 0، لكن هنكتبه هنا. حد يعرف ليه هو بياخد هنا 1 0 وهنا 1 1؟ بدل الاخر عامل ايه؟ ليه؟ عشان التجاور اللي هيبقى موجود يخلي اختلاف متغير واحد بس. يعني هو لو حط الواحد زيرو ده هنا هيلاقي ان الاثنين دول مختلفين خالص عن بعض، ايه يختصرهم مع بعض ما يعرفش. فقال لا احنا ناخد الواحد زيرو نحطه هنا والواحد واحد نحطه هنا. يبقى الترقيم بناء على اللي هو عمله ده، صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. لاحظ انا برقم بروح كده الاول لان انا قلت العمود ده الاخير. تمام؟ الترقيم بالشكل ده مع الفاريبلز اللي اسمهم A وB وC، وبتأكد دايما ان لازم يكونوا مكتوبين بالترتيب ده. ليه؟ عشان يديلك الترقيم ده. يعني لو واحد مثلا جه يعمل تروس تيبل كتب كده A B C، يعمل ايه وهو بيرسم الكيماب؟ يكتب C هو اللي هنا ويكتب B A هنا، ما يكتبش A B، يكتب B A. المعلومه اللي بقولها ديت مهمه جدا عشان بترسم الكيماب بتتلخبط فيه. يبقى انا اول خانه ناحيه الشمال هي اللي هتحطها هنا، الخانتين اللي بعدهم بنفس الترتيب تحطهم هنا. ده هيدي لك الترقيم ده. اي حد هيغير في التوزيعه مش غلط، بس هتلاقي الترقيم نفسه يختلف وهتلخبط نفسك. فاحنا هنثبت طريقه واحده، الترقيم يبقى كده وتوزيع الفاريبلز كده. يبقى هم لو سي بي اي هكتبهم ازاي؟ هحط سي هنا واحط هنا بي اي. تمام؟ طيب يعني معنى كده ان الثلاثه دي ما طبعا خلاص انا شغال دلوقتي على ده، صفر واحد واحد اللي هو ايه؟ صفر وواحد واحد، صح؟ ثلاثه. لو انا قلت الخمسه، خمسه المفروض ايه؟ واحد صفر واحد، واحد صفر واحد، مظبوط. يبقى انا كده الترقيم الصح ماشي مع الجدول او التروس تيبل الموجود عندي. الخطوه اللي بعدها بعمل ايه؟ ببص على التروس تيبل بشوف الوحيد فين وابدا احطها هنا. هنتخيل ان هو كان قايل لي الاف بتساوي سمشن اوف 0 و1 و2 و4 و6 مثلا. معنى كده الداله دي بتساوي 1 في المربعات دي بس. فلو انت مرقم غلط هتحط وحايد في خانات غلط فهتطلع داله غلط. عشان كده بأكد قوي على موضوع الترقيم. فلو اقول 0 و1 و2 و4 و6 ادي 0 ادي 1 2 أربعة ستة، هي دي الوحيدة اللي ظهرت عنده. دي الوحيدة اللي ظهرت عنده بعد ما جيت اللي هو قايله ده. اختصرها ازاي؟ 2 وستة صفر. هبدأ آخد الوحيد أكبر عدد من الوحيد يكون متجاور ويكون 2 أس إن. أنا عندي دايماً في الكيماب هو بيقول إن الكيماب دي عاملة زي الكورة، يعني بس آخر صف ماشي مجاور لآخر صف. أول صف مجاور لآخر صف. وآخر عمود مع أول عمود متجاورين. يعني
يعني بدل ما تاخد الاثنين دول مع بعض لوحدهم وتاخد الاثنين دول مع بعض لوحدهم، لا تقدر تاخد دول كده مع دول ويبقوا الاربعه كانهم مربع واحد. المهم بقى لما ترسم الكيمه توزع الاي والبي والسي، فين الاي بواحد؟ في الصف الاخير ده. فين البي بواحد؟ العمودين دول. فين السي بواحد؟ الاثنين اللي في الوسط دول. معايا؟ نبص بقى على الاربع وحيد اللي هو جايبهم دول. هنلاقي ايه؟ هل الاربع وحيد في الاي ولا الاي داش؟ الاثنين يبقى بشكل بالاي. يبقى دي اول متغير راح من عندي. خلي بالك انت بتختصر، بدل ما هما ثلاث متغيرات ممكن يقول له عن كده. فهم الاربعه اثنين منهم في الاي واثنين في الاي داش، يبقى خلاص مش هينفع اخد الاي. نيجي للبي. اثنين منهم فين؟ في البي واثنين في البي داش، يبقى مش هقدر بشكل البي داش او شكل البي. نيجي للسي. الاربعه واقعين فين؟ في السي داش، يبقى اول حاجه عنده هو السي داش. يبقى السي داش دي هي اساسا عباره عن اربع حدود، كل حد كان فيه اي وبي وسي، لما اختصرناهم طلعوا سي داش بس. تخيل انت بقى لو مكتوبين جبري بقى، لو تختصروا جبري كنت هتاخد وقت طويل على ما تاخد على المشترك وتصفي الايه المعادلات بتاعتك. ده بيبين فايده الكيمياء. يفضل الواحد ده اخده ازاي؟ الواحد ده اخده معاه مع اللي جنبه كده، الاثنين دول مع بعض. قول لنا انت بقى اول واحد هنا ايه؟ واقعين في الايه ولا في الايه داش؟ في الايه داش. وعشان خاطري يبقى ايه داش زائد ايه داش اللي جنبه في البي ولا في البي داش؟ ما تستنى انت بس. اكيد. طيب في البي داش. قول لنا انت وقت تاني. الاثنين دول واقعين في السي ولا في السي داش؟ ما حدش يتكلم. لا في السي وفي السي داش. يبقى بشكل السي خالص. يبقى اذا الحدين دول، لاحظ بقى حاجه، احنا قلنا كل مربع من دول لو انا همثله لوحده يديني كم متغير؟ كل المتغيرات اللي عندي اللي هو اي بي وسي ثلاثه. لما خدت واحدين بس طلع لي حدين. يعني كاني خسرت مين؟ السي. لما خدت اربع وحايد شلت كمان متغير، بقى حد واحد بس. يبقى اذا الداله اللي بتعبر عن ده تطلع بتساوي سي داش زائد اي داش بي داش. ده اقل اختصار عندي، ده اللي اقدر امثله. همثل واحدة اور وواحدة اند وامثل الداله بتاعتي. واضح كده؟ يبقى انا دلوقتي عدد الوحايد اثنين اس ان لازم يكون متجاور، لازم ارقم صح. في نقطة بقى كمان دي برضه ممكن تلخبطكم أو ساعات بشوفها، لو أنا الوحيد عندي ظهرت بالشكل ده. وأنا حبيت أختصرها. كل كلمة في واحد يعمل إيه بقى؟ أو إيه الوحيد كده؟ واحد ده وواحد ده متجاورين صح؟ يروح ياخد دول كده. والواحد عايز ياخده هنا يبقى ياخد ده مع ده صح؟ والواحد ده مع الواحد بس غلطانة خالص. يبقى كده في غلطة في إيه بقى؟ إنه في حد زيادة كان يقدر يستغنى عنه اللي هو ده. الحد ده ما كان ممكن ما اعملوش لو انا ما عملتش ده خلاص. فعشان اعمل كده بعمل ايه؟ دايما اخد الواحد البعيد اللي ملوش متجاورين كتير. يعني اللي له متجاورين كتير اسيبه للاخر. يعني انا ما كنتش بدات كده وبدات ده وده ما كنتش هاخد الاثنين دول مع بعض. دي ملحوظه برضه هتاخدها في الاعتبار وانت بتعمل عمليات الايه؟ الاختصار. ده باختصار كده الكيمياء. احيانا بتظهر عندنا مربعات اللي فيها دونت كير. احنا قلنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت. دونت كير معناها ايه؟ معناها انه مربع ينفع يبقى صفر وينفع يبقى واحد. نتخيل ان انا عندي في الرسمه دي كان في هنا دونت كير. يعني كان المربعين دول دونت كير. فانا من حقي اخدهم صفر ومن حقي اخدهم واحد. ولو انا مش محتاجهم ما استخدمهمش مفيش مشكله. يعني مش شرط ان انا اختصر الدونت كير. في ناس بتسيب الوحايد وتروح الدونت كير تقول الدونت كير ده لسه ما خدتوش. لا هو خلاص انت ما احتجتوش خلاص. هنقولها بقى في مسألة. كل مسألة هيبقى فيها دونت كير او لا على حسب المسألة نفسها. هنتخيل دلوقتي احنا عرفنا ان الدونت كير دول هو ايه اللي كده مثلا زائد الدونت كير الخانات مثلا اللي هم اربعة وخمسة. هو صلح حالي كده. احيانا ما بيجيب لي مسألة انا بعرف ان في حالات فيها دونت كير زي البي سي دي كود اللي احنا قلناه المرة الحاضرة اللي فاتت. البي سي دي بياخد من صفر لتسعة، يبقى بعد التسعة كله ده دونت كير. فلو انا عندي المسألة كانت بالشكل ده، بدل ما هاخد الوحيدين دول كنت هعمل ايه؟ هاخد الأربعة دول مع بعض. يبقى بدل ما الحد كان هيطلع فيه تو فاريبلز هيطلع فيه فاريبل واحد اللي هو مين؟ اللي هو الـ A. والواحدين دول بدل ما كنت باخدهم مع بعض كده بس كنت هاخد ايه؟ الأربعة دول كده مع بعض. يدوني ايه؟ يدوني C. يبقى وجود الدونت كير ساعدني في ان انا بختصر الدالة وطلع لي الحدود أكتر. ده كده بسرعة هنعدي بسرعة كده على الدونت كير ولما نحتاجها هنبدأ نشوف.
كل ما الكي ماب او كل ما عدد الفاريبلز بيزيد كل ما الكي ماب فايدتها بتبان. فلو انا عندي 4 فاريبلز، لو عندي 4 فاريبلز انا عندي كم احتمال؟ 16 احتمال. بلد ارسم لهم 16 فاريبل. دايما ابص على التروس تيبل بتاعي. لو انا عندي تروس تيبل A B C D فالترقيم يبدا كده، الصفوف تبدا من A وال B. ما انا هنا هحتاج صفين يبقى A و B، والصفين التانيين O C D بنفس الترتيب ده. وباكد تاني، لو انت فارض او عندك في المساله التروس تيبل ترتيب مختلف خدهم زي ما هو جايبهم، من على الشمال الصفوف ومن على اليمين واللي بعدهم يبقى على الاعمده بنفس الترتيب. ده يدي لك ترقيم زي ده، يدي لك هنا 0 1. اتفقنا ان احنا عاملين هنا ايه؟ 2 هنا وبعدين 3 4 5 بعدين هنروح هنا 6 و7. لما جه يضيف العمودين او الصفين دول عامل نفس الحكايه، خلصنا الصف ده، الصف ده يبقى تاني يبقى الصف الاخير. يبقى بعد 7 كام؟ 8 9 وهنا 10 ما ننساش 11 12 13 وهنا 14 وهنا 15. لو لخبطت في ترقيم هتطلع بقيه المساله غلط. باكد كل شويه اهو. دلوقتي انا عندي التوزيع كده او الترقيم كده، يبقى الـ A واحد فين؟ في اخر صفين هنا. وهنا الـ B في الصفين اللي في الوسط. الـ C والـ D اللي هم الاعمدة. هنا هتلاقي الـ C في الوسط، هنا هتلاقي الـ D. ده الشكل بتاع الـ K ماب بس الأربعة فاريبل لترتيب المتغيرات كده. احفظه او اعرفه بالطريقه دي. بس تبقى فاهم ليه احنا بنعمل كده. بعد كده بيبقى في ايه؟ الداله عندي، سواء بتديها لي سبمشن زي ده، او بتديها لي في صوره تروس تيبل، او انت باي طريقه في توزيع الوحايد بتاعتك. تبقى طالع عندك وحايد في الخانات دي. مثلا السبمشن بتاع 1 3 و5 و7 و9 و10 و14. لما قسمتهم دول بالشكل ده اختصرهم ازاي؟ ابعد واحد اللي هو ده، هل ده هينفع يتاخد معاه اي حاجه من دول؟ مش هينفع، يبقى هسيب الواحد ده زي ما هو. طب حد يقول لي الواحد ده لو انا اختصره كده لوحده هو ما قدرش ملوش حاجه مجاوره ليه، هاخده لوحده. المتغيرات اللي هتطلع فيه فيها كام متغير من الاي وبي وسي ودي؟ الاربعه مع بعض كويسين اهو. يبقى اي بي سي دي داش زائد الباقيين بقى. لو انا اخدت الاثنين دول مع الاثنين دول يبقى هنا اربعه ممكن ناخدهم مع اللي تحت برضه. مين دول؟ ايه بص 10 من فوق. لما اخدهم مع دول؟ هم مش مدورين دول، ما هو انا قلبت ايه؟ انا قلبت دول صف جاب صف 10 جاب عند ده. ممكن اخد بقى الاثنين دول مع الاثنين اللي فوق تاني. المربع الواحد اقدر اخد اكتر من حد لما هيفيدهم. الاربعه اللي فوق دول كده مع بعض موجودين فين؟ A داش خد الدي بس دي. والله نلاحظ ان في متغيرين راح، ولا في حاجه ثانيه؟ مش كده دي هم اثنين في السي واثنين في السي داش، اثنين في البي واثنين في البي داش. يبقى A داش دي دي بي داش. ده نتيجه ايه؟ المربع الواحد ده كان اربع متغيرات، لو مربعين يبقى ثلاث متغيرات، لما يبقى اربع مربعات يبقى متغيرين بس هم خانتين بس. لو انا اخدت الاثنين دول مع الاثنين اللي فوق يدوني ايه بقى؟ دي بي داش دي ايه ما فيش ايه؟ دي بي داش دي داش دي بي داش ايه؟ دي. يبقى هما دول الاختصار بتاع الكيما بتاعه. في حد عنده اي سؤال؟ طبعا الكلام ده هيجي تمرين بقى تدريب. ترسم انت كيما كتير، تبدا تحط الوحايد تختصرهم، تشوفها مع زميلك طلعت صح ولا غلط، مثال محلول تشوف هو انت طلعت الداله صح ولا لا، في وحايد ما خدتش بالك منها، في حد كنت ممكن تستغنى عنه، في اربع وحايد وانت خدتهم اثنين بس، وهكذا. نفس الكلام لو انا عندي دونت كير، لو انا تخيل بس انا عندي هنا دونت كير وهنا دونت كير. لو انا عندي هنا دونت كير وهنا دونت كير، الداله دي تطلع ايه بقى؟ 8 دول بقى دي. يبقى الداله دي بتقول دونت كير. بديل. دونت كير. طب لو في دونت كير بقى كنت هعمل ايه؟ هاخد الثمانية دول مع بعض كده صح؟ الثمانية دول مع بعض يدوني ايه؟ دي دي. الواحد اللي فاضل ده كنت هعمل فيه ايه؟ أربعة أربعة كام؟ أربعة فين أربعة؟ الواحد ودي دول هيدوني ايه؟ A B C. يبقى الدالة كانت هتبقى كده بس. وجود اتنين دوت كير
عملوا في الداله بدل ما ثلاث كيلو واحدين بالبساطه اللي انت شايفها. في حد عنده اي سؤال؟ في حد في حاجه من انا قلتها مش مفهومه؟ ماشي شغل افتكرت السؤال هنا. طيب حد شغل مره شغال مروحة معاك. احنا المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الكومبينيشن سيركت، قلنا الكومبينيشن سيركت عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة بعمل لها ديزاين او كلها معروفة زي الهاف ادر او الهاف ادر، لها عدد معين من الانبوتس وعدد معين من الاوتبوتس، واشوف ايه العلاقة اللي تربطهم ببعض. لو في احمر عليها ولا حاجة ممكن تعملوها في المفتاح. المايك مش عارف مش راضي يشتغل. انتوا سامعيني ده كله؟ في عندي بعض الدوائر اسمها كومبينيشن سيركتس بتبقى معروفه بالاسم بتاعها، يعني بقول لك مجرد ما يقول لك اعمل ديزاين لفول ادر انت عارف الفول ادر له ثلاثه انبوت واثنين اوتبوت العلاقه اللي تربطهم ببعض، اقدر انا اعمل تروس تيبل واكمل المساله بتاعتي. قلنا خطوات الديزاين اول بتشوف كم انبوت وكم اوتبوت وبعد كده بتبدا تعمل الديزاين وتكمله لحد ما تعمل الامبلمنتيشن. له خطوات في الديزاين. اما لو هو في دايره معينه لها صفات معينه زي او نيجي الاول حاجه من الدوائر المعروفه اللي عندنا، عندنا حاجة اسمها ديكودر. ده مفيش غنى عنها. ديكودر يعني ايه؟ بيقول لك ديكودر بيعمل كونفيرت انفورميشن فروم وان فورمات انتو انذر فورمات. يعني بحول الداتا بتاعتي من شكل لشكل. يبقى بعملها ديكودر. زي التشفير كده. زي اللي كان بيعملوا شفرة معينة بحيث ان انت بتكتب شفرة برموز معينة محدش يفهمها غير لما يفك الشفرة دي، بيعملها حاجة اسمها ديكود. يفك الشفرة التانية. الناحيه الثانيه يبدا يفك بقى يشوف الرمز ده كان عباره عن ايه والرمز عباره عن ايه. فعمليه الديكودنج ده او الكلام ده بيتم عن طريق حاجه اسمها الديكود. فانا بدخل الانبوتس بشكل معين، يعني مثلا بحط لك اعمل لك دايره ادخل لها 1 1 0 1. اي حد يشوف الداتا دي يفتكر ان الرقم ده 11، لما يروح الناحيه الثانيه ممكن يلاقي 8، ممكن يلاقي 3 0 1، ما يفهمش يعني ايه. فالثلاث اصفار واحد دول نتيجه الدايره اللي انت عملتها بتعمل بتنقص كل انبوت من عندك 3 3. فاليقرا الداله في الاوتبوت يعرف الانبوت كان عباره عن ايه، هو يقصد ايه. ده المقصود بعمليه الديكود. ففي عندي اشكال كتير من الديكود زي باينري تو بي سي دي ديكودر، بي سي تو اكسس ريد اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، باينري تو 7 سيجمنت ديكودر. كل الحاجات دي اي دايره بتدخلها كود تطلع كود مختلف يبقى اسمها ديكودر. فلازم ابقى عارف الانبوت ايه والاوتبوت ايه عشان اقدر احدد انا محتاج كم انبوت وكم اوتبوت. يعني مثلا لما المحاضره فاتت اتكلمنا على بي سي دي تو اكسس 3 صح؟ احنا كنا عملنا كده وكنت طلبت منك اكسس 3 تو بي سي دي انك تعمله. فبنعمل ايه في الاول؟ بنشوف الاكسس 3 للبي سي دي بيتعمل ازاي؟ فتبدا تقول والله الاكسس 3 ده عباره عن كود بيعمل تكوين او للارقام البي سي دي بطريقه معينه انه بيضيف على كل رقم كام؟ 3. يعني انا عندي صفر البي سي دي بيتكتب ازاي؟ 1 1 0 0. ده في الاكسس 3. هو عاوز يحول ده بقى لايه؟ احنا بنعمل العكس للبي سي دي. الثلاثة دي لو هي كام؟ تطلع كام في الاول كان بي سي دي؟ 4 4. الرقم اللي بعده هو 4 تطلع لك هنا 1. معايا كده لحد كام؟ 9. بتمثل ازاي في الاكسس 3؟ 12 اهي. وهي هنا في البي سي يطلع ايه؟ 1 0 0 1. انا بوريك الخطوات هتمشي عليه، لكن الجدول سهل انت تلاقيه او انا موجود هنا اوريه. ده اللي احنا بنعمله بالظبط. في الاول انا من المساله قال لي حول من اكسس 3 في سي دي. كتبت الكود بتاع الانبوت والكود بتاع الاوت. عندي هنا محتاج كام فاريبل عشان امثل التسعه؟ 4. زي ما بقول التسعه عشان 4 خانات. يبقى انا دلوقتي عندي الانبوت هو اسمه ايه؟ بي سي دي. يبقى عندي الاول قصه اسمه دبليو واكس وواي وزد. بما ان عندي 4 فاريبلز يبقى انا عندي كام احتمال؟ المفروض يكون كام احتمال دول؟
16 بتستخدم منهم كام؟ 9 على 10 10 على 10 يبقى الست حالات الباقيين دول غير مستخدمين. غير مستخدمين يعني ايه؟ يعني المفروض ان هم هيبقوا هنا دول في فين؟ تمام؟ يعني الاول الحالات دول هيبقوا دونت كير. اللي هم الست حالات دول اللي هم كام بقى؟ ال 10 ده يتمثل هنا ازاي؟ في الاكسس 3 13 13 اللي هي كام؟ 0 و1 و2 اللي هي دكتور ماشي. مين دور الاخر؟ واحد مين؟ اكسس 3 كان عامل اكسس 3 بي سي دي يعني في زون كير 0 و1 و2 ولا مش موجودين معايا. ماشي انا هشوف هشوف بقى 26 ال 10 دي لو ايا كان الترتيب بتاعها انا عندي ست حالات غير مستخدمه اللي هم مين؟ 13 بقى صفر واحد واثنين صح؟ وايه تاني؟ و13 و14 و15 16 كده دول الست حالات اللي هتحطهم دونت كير فين؟ في الكيمات. ست حالات او ست حالات دول اللي هيحطهم دونت كير في الكيمات. عايز اسيب لكم الحساب بتاعها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. لما اجي اختصر بقى عشان اكمل الخطوات بتاعتنا عشان اكمل الخطوات دلوقتي انا خدت الاعمال الكلوستيك الخطوه اللي بعدها في الديزاين اللي هي ان انا ابدا اخد الاول السطور اللي همثلهم في الداله عنه فيبقى عندي داله للدم وعندي داله للاكس والواي والزد كل واحده من دول عباره عن معادله فيها الاي والبي والسي والدي. بجيب المعادله دي منين؟ ان انا ببدا امثل الوحيد اللي همثلها الدم. اسهل طريقه للاختصار هي طريقه الايه؟ الكيمات برسم الكيمات. وهرقم عليها الترقيم اللي احنا عارفينه، لما احط الفرق كنت احطهم هنا ازاي؟ هنا اي بي وهنا سي دي. ابص على الخانات اللي هنا، ماليش دعوه بالارقام دي. الارقام دي عشان اقدر اكتب الثلاثه والاربعه والخمسه. انا دلوقتي عندي الخانات اللي فيها دونت كير كام؟ صفر واحد واثنين، صفر واحد واثنين و13 و14 و15. واخر رقم عندي هنا 12 هتلاقي الثلاث ارقام الباقيين هم دول. يبقى دول ست حالات مش موجودين، بحطهم هنا الاول في كل معادله من المعادلات هتلاقي ست دونت كير زي ما هم. زي دول. وتقدر تحط الوحيد، عندي الوحيد هنا فين؟ في الخمتين دول. الخمتين دول ارقامهم كام بقى؟ 11 و12. مش 8 و9. لا 11 و12. 11 و12 هم دول. نيجي بقى نختصر. نختصر الوحيد ازاي؟ الواحد دول ده هيبقى الاربعه دول مع بعض كده. والواحد ده مش غير الاكس اللي فوق دول. يبقى اذا دبليو هيساوي اربع واحد دول يدون اي بي زائد الاثنين دول مع بعض يدون ايه؟ اي سي دي. دي المعادله بتاعت الايه؟ الدبليو. الموبايل يبقى عندي دلوقتي الدبليو طلعت المعادله بتاعته بنفس الطريقه بنفس السيكونس هتمشي تجيب طبعا الاكس والواي والزد
معايا؟ طلع الاكس والواي وزد المعادلات بتاعتها هتبقى دول شو الاكس تحيك فين؟ وتحط دول تكير اللي هيبقوا ثابتين في ست في الاربع معادلات في الاربع معادلات هيبقى نفس الكيمات هتطلع الاكس وتطلع الواي وتطلع الزد معايا؟ طلعت الاربع معادلات الخطوه اللي بعدها كنت ازاي بتبقى عباره عن ايه؟ ابدا امثل الكلام ده بقى يتمثل ازاي؟ بالجيتس يعني هنا هتلاقي الاي والبي لو انت دخلت الاي والبي على الاند وادخل الاي مع السي والدي على الاند واخد الاثنين اطلعهم على ايه؟ على او يبقى هنا اي وبي وسي ودي انا عايز بقى متخيلين الشكل في الاخر نفس الكلام اعمله بالنسبه للاكس هيطلع معادلات في الاخر خالص تقدر تعمل كده مربع كده المربع ده بالنسبه لي زي البلاك بوكس كده فيه اربع انبوت تحط هنا اربع اصفار او تحط 0 0 1 1 تبص ناحيه تلاقي الاربع لمبات الاربع ليد اللي هنا مطفيين يعني اربع اصفار ده معناه ايه؟ معناه انا لما دخلت ثلاثه هنا طلع لي هنا كام؟ صفر الكلام ده يطلع صح ليه؟ لان انا عملت مشيت مع خطوات الديزاين واحده واحده لحد ما وصلت للاخر يبقى دلوقتي عندي هيبقى دايره او مربع فيه اربع او بص كده واربع انبوت واول واكتب على ده مثلا اكتب عليه بقى اقول بقى مثلا اكس 3 2 بي سي دي ودي كود طبيعي في السوق كده بقى ابيع الاي سي ده او ابيع الدايره دي اقول والله الدايره دي تحول لها البي سي دي تحوله الى او تحول الاكس 3 الى بي سي معايا يا جماعه هو ده بالظبط فكره الايه؟ فكره الديكودر او فكره اي كومبينيشنال سيرفر بس في كومبينيشنال سيرفرز معروفه فعشان كده بستخدمها في مجالهم بمجرد اسمها ما يقوليش بتعمل ازاي. فنشوف كده نرجع تاني كده بقى نشوف الايه الديكودرز اللي عندنا المشهوره اللي عندنا. يعني هنا مثلا بيقول لي في حاجه اسمها باينري ديكودر. باينري ديكودر يعني ديكودر ثنائي يعني يدخلوا داخلين ويطلع اربعه اوت. عشان اقول ان انا عندي بعمل ديكودنج لتو فاريبلز وطلع لي اربع احتمالات يبقى لازم في الاربع احتمالات كل مره اعرف ايه الرقم اللي كان داخل خباين لما يكون عندي تو فاريبلز هو مش عارف يسمعني ولا يسمعك انت مش عارف تسمعني ولا تسمعه انت باصص لي ومديله ودنك لا تفهم انا بقول ايه ولا تفهم هو بيقول ايه فانا استنيت على ما هو يخلص اكيد كلامه اهم قال لك ايه بقى؟ تو فاريبلز هنا عايز في كل حاله من الحالات اللي هتظهر عندي في الاربعه اول دول اعرف الرقم اللي داخل كان كام؟ فقال لك لو انت جيت على الاربعه دول ووصلتهم بليز مثلا او بلمبات زي دول لما تحط 0 و0 واللمبه دي تنور فده الدليل ان الرقم اللي داخل ده كان 0 و0 لو الرقم لو اللمبه دي اللي نورت يبقى الرقم اللي داخل ده كان 1 لو اللمبه دي نورت يبقى الرقم اللي داخل ده كان 2 الرقم ده يبقى كام؟ يبقى 3 لو انا عندي دايره بالشكل ده التروس تيبل بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ يبقى لو انا حبيت ارسمها كتروس تيبل يبقى عندي اثنين انبوت وعندي اربعه اوت الانبوت هو مسميها ايه؟ اكس 0 اكس 0 اكس 1 والاوت هو مسميه مثلا ايه؟ بي سي دي عشان امثل الكلام ده كتروس تيبل بقول لو انا حطيت 0 0 لد واحد مثلا هينور وياخد مثلا الايه؟ او خليها دي اي حاجه واحد وكله ايه؟ اصفار لو انا حاطين واحد وزيرو يبقى انا عايز اللمبه دي اللي تنور يبقى هنا واحد والباقيين كلهم ايه؟ اصفار لو انا حاطين اثنين يبقى دي اللي بس هتبقى بواحد والباقيين كلهم اصفار لو انا حاطين ثلاثه يبقى دي اللي هتنور والباقي كله ايه؟ اصفار يبقى في الديكودر لازم يكون الاربع حالات مختلفين عن بعض وعندي 1 اوتبوت عشان اقدر اعرف الانبوت اللي قيمته بيساوي ايه فلو انا عندي اثنين الاربع ده بيسموه بقى 2 2 4 ديكودر او باينري ديكودر لو انا حبيت اعمل ده ديزاين المفروض اعمل ايه؟ اعمل ديزاين للاي والبي والسي والدي كل واحد منهم هتلاقيه عباره عن ايه؟ عن اند جيت واحد يعني الاي هتلاقيه عباره عن اكس واحد واكس دوت اثنين يخشوا على اند لو انا عملت كده اثنين كده داخل على اند يدوني هنا الاي لو انا اخدت الاولاني زي ما هو وخدت الثاني كده ونفيت وعملتهم على اند هيدوني البي صح ولا ايه؟ ونفضل كده بقى لحد ما ياخد الاثنين دول منفيين بيدوني مين؟ الدي يبقى انا قدرت اعمل دايره لو انا حطيتها كده جوه مربع
اقول عليها اسمها 2 2 2 4 بيكون احط هنا الرقم او ابص على الاوت اعرف الرقم اللي داخل كم كان يبقى ده اسمه ايه ديكود اللي هو 2 و 4 ديكود. طب لو انا بنفس الطريقه حبيت اعمل 3 ديكود ديكود له 3 ام تفتكروا هحتاج كم اوت 8 اوت. طب لو بعمل ديكودر وقلت لك الاوت عندي 7 محتاج 7 اوت يبقى انا محتاج كم انبوت؟ هستخدم 3 ما ينفعش 2 لان 2 هتديله كم احتمال؟ 4 احتمالات. فلما يكون عندي 7 حالات اوت هستخدم 3 بس منهم حاله مالها غير مستخدمه يبقى انا ممكن اعمل حاله زياده وما استخدمهاش بدل ما يبقى عندي حالات عايزها في الاوت مش موجوده. فهمتوا؟ يبقى اذا الانبوت والاوت لهم علاقه ببعضهم في حاله الديكود لازم اعمل ديكودنج لكل حاله من الحالات بتبقى حاله فريده ما هياش موجوده مع حد تاني. يبقى دلوقتي تقدر تعمل 2 ل4 ديكودر اما اقول لك اعمل ديزاين ل3 ل8 ديكودر تقدر تعمل له ديزاين. نشوف كده هو هنا عمل الديكودر ده ازاي. ده 3 ل8 3 تو 8 ديكودر. نبص هنا كده على الحالات الانبوت هنا من اول 0 لحد 3 وحيد دول 8 حالات اهو. بص على حالات الاوت هتلاقي في حاله الزيرو واحد بس اللي طلته واحد والباقيين كلهم ايه؟ اصفار. هتلاقي الدياجونال ده بس اللي طلته واحد. الدياجونال ده بس اللي طلته واحد. ده معناها ان كل حاله من الحالات دي بتعبر عن حاله واحده من الاوت من الانبوت. يبقى حاله الثلاثه لما يبقوا حاله الاوت الموجود يطلع كام؟ 8 ودي 7 بس اللي بنور. انت لو بصيت على اي حاله من حالات الاوت دول هتعرف الانبوت كان عباره عن ايه. واضح يا جماعه؟ ده المقصود بالايه؟ بالديكود. يبقى انا اقدر اعمل ديكودنج لاي حاجه طالما انا عارف عدد الانبوتس او عارف عدد الاوت. زي الديكودر المشهور ده اللي هو باينري تو 7 سيجمنت. عارفين ال 7 سيجمنت؟ 7 سيجمنت يعني 7 ليتس محطوطين بشكل معين. لو حد معاه ساعه رقميه او بيبص على الشاشات اللي هي الالكترونيه اللي بيبقى فيها حاجات متنور كده هتلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن 7 ليتس محطوطين بشكل يمثل الرقم 8 كده. بحيث ان انا عندي مجموعه الليدز دي لما تنور بشكل معين بتديك رقم صح؟ يعني ما تبقى بس كده ساعه رقميه وتلاقي مكتوب فيها كده. كده بس بتقول الرقم ده كام؟ 6 صح؟ ايه اللي عرفت انه 6؟ الرقم اللي مرسوم ده عباره عن 6 مظبوط؟ طب لو عايز اقول 8 هتلاقي ده منور، لو عايز اقول 0 ده بيبقى مطفي صح؟ فاذا انا عايز اعمل دايره تعمل كده، عايز اعمل دايره لما ابص اعرف الرقم اللي داخل كان كام او اعرف القيمه اللي بتعبر عنها ايه. فانا دلوقتي محتاج في الاوتس في الاوت بقى خلي بالك الاوت هو اللي هيفرض عليك الانبوت اهو. الاوت اللي هنا محتاج 7 اوت عشان اقول اللمبه دي تنور او لا، اللمبه دي هتنور دلوقتي ولا لا. يبقى السبع حالات دول او سبع اوت دول انا محتاجهم. علشان اقول في حاله الزيرو كله هينور ما عدا ايه؟ ما عدا دي. يبقى ادي كل وحيد اقسمهم في ترستيب احط كل دول وحيد واحط ده بصفر. عايز اعبر على الرقم واحد يبقى البي شوف هنا بنسميهم A B C D E F واللي في الوسط ده بنسميه جي. يبقى انا عايز اولع اشغل رقم واحد يبقى بي وسي بس الوحيد واخلي الباقي كله بايه؟ باصفار. يبقى انا دلوقتي عرفتش عدد الاول. طب عدد الانبوتس يبقى كام بقى؟ عشان دي كتب الحالات ثلاثه. انا دلوقتي بقى هستخدم حاجه اسمها 3 ل7 ديكود. هتقول لي المفروض 3 ل8 احنا قلنا في حاله مش هستخدمه مش هعمل بيها حاجه. يبقى انا عندي شكل ال 7 سيجمنت ديكودر بيسموه 7 سيجمنت ديكودر من 0 لحد اكبر رقم هنا كام؟ 8 او 9 رقم 9 برضه ممكن اعبر عنه. هل في رقم اقدر اعبر عنه اكتر من 9 هنا؟ لان اكتر من 9 هيبقى ارقام ثانيه. احنا ممكن على فكره نعمل الاي والبي لو انا عايز اعمله يعبر عن ارقام الهيتنس لكن هنقول الارقام من 7 سنه من 0 لحد كام؟ لحد 9. عشان كده بعد ال 9 هتلاقي الارقام هنا كلها بتجي في الاوت دونت كير. يبقى انا دلوقتي لما انا بمثل همثل الست حالات دول دونت كير عندي ويبقوا ساكتين كدونت كير. الوحيد بقى الخانه رقم 0 او الرقم 0 في التمبل بيعمل لك ايه في الاوت؟ 7 سنه هنا انا ثبتهم كده A B C D E F واللي في الوسط اسمه جي. يبقى كلهم وحيد ما عدا الجي. هل فعلا هو عامل هنا كده؟ اه بيديهم كلهم وحيد ما عدا الايه؟ الجي. الواحد البي والسي بس اللي منورين لو كنت بتساوي واحد
مش عارف انتوا كده شايفين ولا الخط كنت صغير قوي. واحد البي او سي بس منورين، الثاني الرقم اللي هو الاثنين تمشي معاه واحده، كل دول منورين ليه؟ الرقم ده كام؟ 8 8 كلهم منورين بواحد. التسعة في واحد بس اللي مطفي والله بيطبق الكلام ده. عملت الدروس دي بول صح؟ هتبدا ترسم الكيمات. هنرسم كام كيمات بقى هنا بقى؟ سبعة. بس الكيمات في كل واحد الاول بس له كيمات. اول واحد اللي هو ايه؟ هيتمثل على كيمات. في الكيمات هتحط الست خانات في البطاطس كتير وتحط كل الوحايد دي. معايا؟ ناخدها كده كده فين؟ التطبيق اللي احنا بنقوله دلوقتي هنرسم الكيمة من كل ايه بتاعت الايه؟ بعد كده تبقى تعمل انت البعيد. الايه اهي؟ اربعات الدون سكيل 10 11 12 13 14 15 دول هتلاقيهم ثابتين في سبعه سبعه كيمات اللي هترسمهم. الوحايد والخانات كلها ما عدا الخانه رقم كام؟ ما عدا الخانه رقم 4 بس اللي بتزيد. الخانات كل ده وحايد. ده الشكل بتاعي. طيب رقم اوزع المتغيرات هنا ازاي بقى؟ حد يقول لي دي هتبقى ايه؟ دي هتبقى اسمها ايه؟ ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها ايه؟ ها؟ اكتبهم هنا ازاي؟ ايوه دبليو اكس واي زد. نروح ندرس من هنا. ده دبليو وده اكس وده واي وده زد. لما نختصرهم في الوحايد دي كلها تيجي مع بعضها كده صح؟ الوحايد دي تيجي كده مع بعض. يبقى ده ما كانش لازم. احنا ممكن ناخد دول كده مع اللي فوق. بعد كده ناخد الثمانيه دول كده مع بعض عشان الوحيدين دول. فاضل الواحد ده ممكن ناخد الثمانيه اللي في وسط. يبقى عندي ثلاث ثمانيات. دول مش مستخدمين خالص، ده بعض مش مستخدمين خالص. الثمانيه اللي هم اللي فوق واللي تحت دول الاثنين ايه؟ الاربعه اللي فوق والاربعه اللي تحت. دي اكس داش مظبوط؟ مظبوط محدش رد عليا ماشي. الثمانية اللي في النص دول يدوني ايه؟ زد. الثمانية دول يدوني ايه؟ واي. يبقى هما دول دي الدالة اللي اسمها ايه؟ سمول. سمول هيطلع بيساوي اكس داش زائد زد زائد ايه؟ زائد واي. بنفس الطريقة بقى المفروض هعمل البي والسي والدي اف، الديزاين كلها واحدة. يعني بمشي بنفس الطريقة، أهم حاجة أعرف أكون ده. بعد ما كونت ده أبدأ أرسم الكيمات وأطلع المعادلات المتصلة. بعد كده أعمل الإمبلمنتيشن بقى. الناس بتيجي عند خط الإمبلمنتيشن بتنساه، اللي هو الرسم بقى. بيكون في الآخر الدايرة شكلها من جوه عامل كده. هو دكتور المربع الفاضي ده ما حطيناش فيه دونت كيرلي أو لا مربع رقم 4 في حاجة تانية غير الأربعة يا جماعة. خد رقم واحد. كل اللي أنا بقوله ده غلط. عشان مجرد ما حطيت خانة واحدة بس غلط على الكيمات طلع لي المعدل غلط. دلوقتي لما تقول أربعة بس بصفر لا واحد وأربعة بصفر. دي دول أصفار. أصفار عدم وجود فيها هتخلينا نغير كل الإيه؟ كل المعدل اللي هتظهر عندي. طبعا انا اغلط عادي لكن لو تغلط عشان بس موافقين يعني. اهو طلع الايه بيساوي دبليو زائد واي زائد اكس زائد. هو بص الصفر ده جبناه ازاي يا دكتور؟ الصفرين دول جبناهم ازاي من التروستيل؟ ازاي عبرنا عن الصفرين دول في التروستيل؟ عبرنا عن الصفرين دول ازاي جبناهم من التروستيل؟ هو موجود في التروستيل اهي الصفر الاولاني ده موجود فين؟ مش ده المفروض بقى يبقى في اول خانه خالص؟ مش المفروض يبقى في خانه زيرو؟ دي بقى له خانه زيرو، خانه زيرو ايه؟ اول خانه ديت بواحد. تمام مش هي اللي المفروض تبقى زيرو وزيرو؟ ليه؟ واحده الخانه اللي بعدها هي اللي بزيرو، هي واحد. طب في صفر واحد اثنين ثلاثه. واحد هنا بصفر. مش الصفر هي اللي بزيرو يعني؟ لا هو بيقول لك صفر اللي بزيرو، خانه زيرو اهي بواحد. هي بص اهي زيرو اهي، خانه اهي بواحد.
ايه اللي هو اول عامل معايا؟ عشان اللي بعده يدخل في السوق. طلعت المعدات وبعد كده ارسل لها الديزاين، وحتى هو هنا عامل نفس الشغله دي، طلع انت بقى الفيديو السي ام دي. اللي يهمني انت عارف الديكودر عدد الانبوت بتاعته كام وعدد الاوت بتاعته كام، الماكسيمم تبقى عارف، بحيث انت لو عندك الاوت محتاج عدد معين مش هيغير بيه، عدد معين من الانبوتس بقى استخدم الانبوتس والباقي ايه اعتبره دونت كير. ده 2 لبعض كان هناك الاول خالص 2 لبعض يكون ده الاي والبي وهيتقال في الاول ايه. طيب فاضل بقى حاجه كمان عايز اقولها، ودي برضو من الحاجات اللي ايه خلي بالي منها. الديكودر يا جماعه بيتباع كده زي تشيب، يعني انت بتقول انا عايز ديكودر صوت عالي اكتر من كده. الديكودر بيتباع كده زي اي سي كده، بيقول لك والله ده ديكودر 3 في 4 او 3 في 8 اقصد، بحيث ان انت تبقى عارف الرجول اللي فيها انبوتس والرجول اللي فيها اوتبوتس. تمام؟ لما تيجي تمثل الديكودر بتقول الديكودر اللي عندك ده له 8 اوت، 8 اوت دول ممكن يبقوا عاملين كده في الديزاين دايره كده، فبنسميها ايه؟ بنسميها لو ليفل او لو، عشان خاطر الدوائر المحطوطه دي لو ليفل او. يعني لما بتقول الديكودر ده الرجل دي اكتف او بيديك اوت لما تكون الخطوطه بتساوي زيرو، لان نتيجه وجود الدايره دي معناها ان في هنا انفرتر. في ديكودر تاني بيبقى متوسط كده، ده اسمه هاي ليفل هاي اوت، توصل على طول. فلو كنت واحد يبقى ده ايه؟ بدأك زي اللي احنا كنا رسمين. يعني هنا مثلا هنا هتلاقي ايه؟ في الايربود اللي اسمه زيرو، الايربود اسمه زيرو زيرو، كل الخانات بواحد ما عدا ده اللي بواحد اللي بزيرو، معناه ان ده اكتف ايه؟ اكتف لو ولا اكتف هاي؟ اكتف لو. يبقى ده الزيرو ده معناه ان دي نوت ده اللي شغال دلوقتي، ده اللي بيديك اوت دلوقتي. بص تلاقي في الديزاين هو عامل، هقول لك هنا بالنان، بص تلاقي ان هو عامل هنا بالنان، هتلاقي الاوتبوتس بتاعتك فيها انفرتنج هنا، اللي هو ده الرسم اللي هو رسمه اللي هو فيها ايه؟ فيها دوائر. يبقى انا قلت لك لو ليفل يبقى انا عايز الاوتبوت لما يبقى بزيرو هو اللي اكتف هو ده اللي شغال، لما اقول لك هاي ليفل يبقى الاوتبوت هيبقى بويب واحد. نفس الكلام كل ديكودر له رجل زياده اسمها انيبل، دي اهم عندي بقى من الانبوت والاوتبوت. انيبل، الانيبل دي معناها ايه؟ معناها انك هتشغل الديكودر ده او مش هتشغله. فالديكودر الانبوت اللي اسمه ايه ده لما يكون داخل كده مباشره بنسميه هاي، لما يجي يدخل هنا كده نحط له هنا دايره يبقى اسمه لو، لو انيبل، وده اسمه هاي انيبل. يعني ايه؟ يعني الاي ده لو بواحد ابدا بقى بص على الديكودر شوف الانبوت كان بكام عشان تطلع الاوت بكام. لما الديكودر ده لما نحط هنا زيرو يبقى ابدا اشغل الديكودر، كان زي الزرار المفتاح كده بتشغل بيه الديكودر او لا. فلو انا عندي هنا الاي بتساوي زيرو، لو الاي ده بتساوي زيرو معنى كده الليبل ده مش شغال، معناه الديكودر ده ايه؟ كانه مش موجود، كانه مش ايه؟ مش موجود. فالمهم عندي ابقى عارف الديكودر هاي ليبل ولا لو انيبل، هاي اوت ولا لو اوت. واضح؟ طيب نبص على ده كده، هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاي ده لو بواحد، الاي لو بواحد مش مهم الانبوت ايه؟ لان مفيش حاجه خالص تشتغل. الاي لما كان بواحد مش هيفرق معايا الانبوت ايه، لان مش هبص لحد الانبوت لان مفيش ولا واحد في الاوت هيشتغل. مش احنا قايلين في كل حاله من حالات الديكودر لازم يبقى في واحد من الاوت اكتف سواء كان هاي او لو، هو هنا اهو اكتف من بادئ من الحاله دي. الحالات اللي فيها الاي بتساوي زيرو، يبقى معنى كده ده هاي انيبل ولا لو انيبل؟ لو انيبل، لو انيبل. الانيبل بتاع لازم يبقى بزيرو عشان يشتغل. لما بقى بزيرو ابدا ابص على الحالات زيرو زيرو، ده كده زيرو يعني ده. طب ده اكتف لو اوتبوت ولا اكتف هاي اوتبوت؟ لو برضه. يبقى ده لا، ده يبقى ده انيبل بتاعه لو والاوتبوت بتاعه الاكتف ايه؟ لو. واضح؟ لو انا عاوز اعمل ده هاي انيبل ولو اوت، ايه اللي كان هيتغير في الرسمه؟ تروستيبل. يعني يعني الاول بتاعك لما يبقى واحد هو ده اللي انت عاوزه، لما يبقى الاول واحد يبقى ده اسمه هاي انيبل، لما الاول يبقى بزيرو يبقى ده اسمه لو انيبل لو اوت. تمام؟ نفس الكلام بالنسبه للانيبل، لو انا قلت لك ده بدل ما هو لو انيبل هاي انيبل،
يبقى لما القيمة بزيرو ايه اللي يحصل؟ يدينا الحالة دي. ولازم القيمة بواحد عشان يبدأ يبص على الحالات الايه؟ الحالات الموجودة. عشان انا بص ده هو عامل هنا الاي ده مش كامل. ده نيرف. لازم يبقى بزيرو يعني لازم يتقلب من واحد لزيرو عشان يشغل كل الجيتس دي. عشان هو هارد. هنا لو دخل كده ومشغل يبقى الديكودر مش هيشتغل خالص. فهو هنا بيقول لك ده لازم يتقلب الاول عشان تقدر تبص على الحالات اللي موجوده عندك. واضح كده يا جماعه؟ ده بالنسبه لايه؟ اهو الديكودر بالشكل ده اسمه ايه بقى؟ بالرسم كده. ده 2 ل 4 ديكودر. ينيبل بتاعه هاي ولا لو؟ هاي. والاوتبوت؟ هاي. ده المتعرف عليه اللي هو لما تيجي تحسب له التروس تيبل. هنا عامل ايه؟ ايه واحد وايه زيرو؟ لما تيجي ترسم كده تقول ايه واحد وايه زيرو؟ الانيبل اللي هنا لازم يبقى ايه عشان الديكودر ده يشتغل؟ واحد صح؟ يبقى لازم الانيبل ده يبقى بواحد. طب لو الانيبل ده بزيرو؟ مش هيشتغل. يبقى مش مهم حاله الايه؟ الانيبل. وفي الحاله دي هو ايه هاي اوتبوت ولا لو اوتبوت؟ هاي اوتبوت. يبقى الحاله دي اديني هنا ايه في الاوتبوت؟ اديني هنا الصوت يعني كانه مش شغال اساسا. اما لما يبقى بواحد ايه اللي يحصل؟ هيشتغل. نبدا بقى نبص ده زيرو زيرو يبقى يدي لك ايه؟ اول واحد بس هو وليكن مثلا اللي هي زيرو كلهم بصفار. لما يبقى الحاله دي بقى واحد فده بحسب بواحد والباقي كله صفار. واخدين بالكم؟ ده بالنسبه لايه؟ هاي ليبل او لو او لوبل. طب التروس تيبل ده بيقول ايه؟ هاي نيبل ولا لو نيبل؟ ها؟ ده لو نيبل ولا هاي نيبل؟ لو. والاوت؟ لو برضه. لو اوت. عشان كده لما بيعمل لو يمثل هنا بالايه؟ بالهاند. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه. هي بس احنا المفروض ناخد الدوائر الثانيه ورا بعضها لكن هناخد في الديكودر حاجه بسيطه قوي. لو انا عندي ديكودر عايز اعمل له ديزاين والديكودر ده مثلا له 4 انبوت يبقى له كام اوتبوت؟ 16 اوتبوت. مش متاح عندي ان انا الاقي الديكودر ده، متاح عندي مثلا 3 في 8. يبقى انا في الحاله دي احتاج كام ديكودر؟ 2. اوصلهم ازاي عشان اعمل اكسبانشن للحجم بتاع الديكودر؟ ده النقطه اللي عايزين نتكلم فيه اللي هو ايه؟ ازاي امثل الديكودر الكبير باستخدام ديكودرز اصغر. يعني مثلا عايز اعمل 3 في 8 ديكودر والمتاح عندي كلهم الانبوتس بتاعتهم 2. يبقى انا عندي لو انا استخدم كام واحد؟ 2. طب 2 الاولاني هيبقى له 2 انبوت وله 4 اوت والثاني اللي تحت هيبقى فيه كام؟ 2 انبوت و4 اوت. هل انا وانا المتاح عندي في 3 في 8 كام انبوت؟ 3. طيب انت دلوقتي قلت 4 هتعمل ايه؟ واحد يبقى انبوت. اه انت ممكن تستخدم منهم واحد كانبوت سيجن. تمام؟ يبقى انا مهم قوي دلوقتي عندي تعرف الاول هتستخدم كام ديكودر وبعد كده دلوقتي هنوزعهم ازاي. هنشوف هنا هو هنا بيقول لي عايزين نعمل ديكودر 3 في 8 بيستخدم 2 في 4. هنعمل ديزاين للديكودر. انا عندي ده الشكل بتاعه 3 هنا انبوت وقلنا 8 اوت فهنا من ايه 0 لحد ايه 7 وهنا في 3 انبوت بس الموجودين عندي. ده الشكل اللي انا عايز احصل عليه لكن المتاح عندي ايه؟ هو 2 في 4 بالاي سي كده المفروض ان هم ودي 4 والاي سي الثاني في 2 وفي 4 لو عايز احط مش مشكله. انا عارف ان 3 في 8 ده له ايه هنا وهنا ايه؟ انيبل سيجنال. والاثنين في 4 كل واحد منهم له برضه ايه؟ انيبل سيجنال. فانا دلوقتي بقول 3 في 8 ببدا اشوف السايز بتاعي بتاع الاوتبوت ده عايز 8 اوتبوت يبقى لازم هنا محتاج كام؟ 2 ديكود. انا عندي ادي الاولاني وادي الثاني. ادي الاربعه اوتبوت اهو وادي الاربعه اوتبوت. مظبوط؟ ده محتاج 2 انبوت اهم. الثلاثة اللي موجودين هنا. انا عندي 3 في الانبوت. واخدهم هم يحطهم هنا. لو انا عملت كده. خلي بالك احنا بنقول دلوقتي عايزين نعمل ديزاين 3 في 8 ديكود. يعني لما احط هنا صفر وصفر وصفر مثلا. الانبوت الثالث لسه ما استخدمتوش. ايه اللي يحصل؟
اي واحد في دول اللي اشتغل ثمانية بقى اول واحد يبقى اكتب مثلا اكتب 1 وبين كلهم بايه بالصوار عايز لما احط ثلاث وحايد اي واحد في الاول اللي هو اللي اشتغل